السلام. اليوم كنتحدى جميع متابعين خالد ولدارة الحركة صفة خالد في انستغرام. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على واحد البطل عالمي، ما غاديش نقول بطل مغربي لانه الصراحه مظلوم اعلاميا. هذا السيد هذا اللي داروا عليه قنوات كبيره رياكسيون على الحركات ديالو وبينوه قنوات اجنبيه اللي لقوا انه عنده ما يقول في الفريستايل بصفه عامه والجونغلاج واي حاجه كيتعلق بكره، يعني عنده كره في الدم. اليوم جات تحدانا، صافت لي واحد فيديو كيتحدى انه كيتحدى المتتبعين ديالي على واحد الحركه واش يقدروا يديروها، وانا بدوري قلت غادي نلونسي هذا الفيديو باش اللي يقدر فيكم انه يرد يقبل التحدي ويقدر يدير هذه الحركه هذه يصيفط لي في الانستغرام اللي هو تحت من هذا الفيديو. وكنتمنى الفيديو الجاي اننا نعرضوا اكبر عدد ديال الناس اللي يقدروا انهم يديروا هذه الحركه اللي دار هذا البطل العالمي هذا، ونقدروا نردوا عليه في الفيديو الجاي. اكبر عدد ديال الناس اللي داروها غادي نلونسيهم وندوزهم. اذا نشوفوا الفيديو اللي صافت لنا ديال التحدي. السلام، اليوم كنتحدى جميع متابعين خالد ولدارة الحركة صفة خالد في انستغرام. شوفوا الحركة، جوج دورات على كرة. إذا شفنا الحركة كي دايرة، وكنتمنى أنكم تقدروا ديروها. الانستغرام ديالي تحت من هذا الفيديو، تقدروا تصيفطوا لي فيديو اللي غادي ننشروا في الفيديو الجاي. وكنتمنى أننا نفوزوا في التحدي اللي تحداناه. هو كيما كيقول كيتحدى المتتبعين ديالي، وانا عارفكم انكم تقدروا ديروا هذه الحركه هذه، واللي يقدر يديرها يصورها ويصيفطها لنا في الانستغرام. اذا نرجعوا لهذا البطل العالمي، ندخلوا نشوفوا الحركات ديالو اللي يقدر انه يدير ونشوفوا ونتعرفوا عليه. كيبان ان عنده ما يقول. بحال هاد الناس هادو كتلقاهم مظلومين اعلاميا. شحال من حركة كتبان لك انها عادية وبسيطة، ولكن هز كرة وجرب زهرك. دار لي برافو عليك، الكرة عندو في الدم. الحركات ديال الفريستايل في المستوى اللي مايقدرش يديرهم اي لاعب، لان الكرة ماشي اللاعب كتلقاه زعما عندو هاد المهارات هادي. اللاعب كيعتمد على ما هو تكتيكي وما هو تقني اللي يحتاج في المقابلة. قليل اللعابه اللي كتلقى في عندهم هاد اللمسه هادي، بحال نيمار، بحال كاين لعابه اللي عندهم. هي هادي الحركه اللي تحدثنا فيها، جوج دورات على الكره. هاد السيد هذا عندو ما يقول الصراحة عندو ما يقول، عندو في رجليه كما كنقول. وإلا تحدى راه جات معاه كما كان هذا، إلا تحدى راه جات معاه، ماشي واحد ما عرف تيجري وكيجي يتحدى. هانت شوف شوف كده.
جوجة، ثلاثة، رابعة، خامسة، خمسة د البرات كيديرها، مساهلاش، راه في عدد منهم، مساهلاش أنك ديرها خمسة د البرات متابعين، راه مساهلاش، صراحة برافو عليك. هذا الفيديو راه قديم ديالو في الشارع، دوك الفيديوهات الآخرين راه صفتهم ليا لأن داروهم في السطوح ديالو، في هذا الحجر الصحي، دابا هذي راه قديمة، هذي اللي دار برا قديمة. العاصمة في الرباط، تحية الناس العاصمة. ها شوف شوف، طيحش كرة، كرة في الدم كيما كنقول. هيا بالعرض الباطن جوج مرات، ها شوف الثقة، شوف الخفة، شوف الخفة كي دايرة، شوف شوف، يعني ركز غير على هاد الحركة بزاف في هاد الفيديو باش لأن هي باش تحدانا أنك غادي تدور رجليك جوج مرات على كرة، هادي هي الحركة اللي تحدانا فيها، وكنتمناو أننا نفوزو في هاد التحدي هادي. هانت شوف، برافو عليك. حنا ديما كنركزو على الناس اللي ما تعطاتهمش حقهم، اللي ما تعطاهمش حقهم. اذا في اخر هذا الفيديو كما كتشوفوا هذا البطل العالمي اللي ما تعطاش حقه في المغرب، ما تعطاش حقه كواحد عنده موهبه، لان المغرب معروف بالمواهب، كما قلنا ان اي مسابقه دارت في الخليج او في الشرق الاوسط او في اي منطقه هنا عربيه، دائما كتلقى المغاربه في الرياضه، دائما كتلقى المغاربه مسيطرين على اي مسابقه كانت ثقافيه او رياضيه او فنيه، واخا فنيه بين قوسين، يعني كتلقى المغاربه مسيطرين ديما. المشكله اننا ما كنعتنيوش بهذه المواهب، موهبه بحال هذه ما كتعطاش الاضواء، فيما كنعطيو حنا الاضواء لشي وحدين اللي كيشوفوا السمعه ديالنا، شي وحدين اللي هضرت لكم على التفاهه وعلى اللايفات وكذا، راكم عارفين بلا ما نحط نقط على الحروف، يعني بحال هاد الوجه هذا علاش كنركز انا، كنركز على الناس اللي ما تعطاتهمش قيمه في هذا المغرب، اللي ما تعطاتهمش قيمه، علاش حنا الناس، علاش حنا الشعب ما نعطيوش قيمه اللي كيستحق القيمه، كيستحق قيمه نعطيوها ليه، بحال هاد الشاب هذا اللي عنده موهبه في رجليه، علاش ما نهزوش به بحال هاد الفيديو كيعطي غير واحد بحال اللي قلتي درنا ليه تكريم، فيديو بسيط هذا راه ما لا يغني ولا يسمن من جوع، غير درناه زعما كتكريم وك ان الشعب زعما كيعترف بهذه الموهبه ديالك. وصلنا لاخر هذا الفيديو، قبل ما ننسى الليان ديال لاشين ديال هذا البطل هذا تلقاوه لتحت، و الانستغرام ديالي فاش غادي تصيفطوا الفيديو راه كاين حتى هو لتحت. كنتمناكم التوفيق، ما تنساوش تابوناو، السلام عليكم.